يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قدمت على طلب قرض من أحد البنوك وقال عليك زيادة 1350 ريالا رسوم إدارية، فهل يجوز لي أن أدفع هذه الرسوم وأنا أخذ القرض؟ القرض الحسن هو أن يدفع المبلغ تنتفع به وترده بدون زيادة، هذا هو القرض الحسن. أما إذا كان معه زيادة فهذا هو الربا. قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن المقصود من القرض ليس الاستثمار، القرض لا يؤخذ للاستثمار، إنما قصده الإرفاق، عقد إرفاق بالمحتاج ينتفع بالمال ثم يرده ويكون للمقرض الأجر والثواب، هذا هو المقصود. ولا يأخذ زيادة بأي اسم، لا أتعاب ولا رسوم، ولا مثلا يسكن في بيت المقترض، المقرض لا يسكن في بيت المقترض مجانا ولا يركب سيارته مجانا أو يعيره إياه يقول انتفع بها أو يعطيه عقاره يقول استغله لما أسدد لك، هذا كله من الباطل. كل قرض جر نفعا، أي نفع، أي نفع مادي ولا معنوي فهو ربا، إلا الأجر من الله عز وجل للمقرض. نعم نعم.